مشاهدينا متابعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في هذا الصباح، وشعارات أبناء القبائل وسن اللقاية. وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثاني عشر الخاص للقعدان من مسافة 4 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية مع أول المراكز، هنا الحصان بشعار جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري يقدم لنا الحصان مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز يتقدم هناك غاير جابر بن فيصل بن جابر البريد المري يقدم لنا غاير مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصل القادم هناك حطاب عبد الله بن ابراهيم بن راشد بن محسن المري، وايضا وصل ظبيان محمد بن علي بن احمد ال علي المعاضيد يتقدم مع رابع الاسماء. خامس المراكز ليث حمد بن عمير بن راشد ال عفيشه الشهواني مع خامس الاسماء. ها هي النتيجه الاولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمه والخمس الشعارات المندفعه والمنطلقه. ولنا عوده مع اول الاسماء ومع الانطلاق الاول. هناك الحصان يندفع بشعار جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري يقدم لنا الحصان مع الانطلاق الاول. شعار بن جبران مع البدايه ومع اول الاسماء. ثاني المراكز وصل الغربي سالم بن حمد بن سالم بن هدفه بن نقدان يتقدم مع ثاني الاسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز الحذر تراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري مع الحذر مع ثالث الانطلاقات. رابع المراكز ظبيان محمد بن علي المعاضيد يقدم لنا ظبيان. خامس المراكز وصل نجد عبد الله بن سعيد العيدة يقدم نجد مع خامس الأسماء وخامس الانطلاقات. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نتيجتنا الثانية للخمس المراكز المتقدمة. وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة لم يحن موعد دخولها، نترقبها في الأمتار القادمة. ولنا عودة مع البداية، لنا عودة مع أول الأسماء. هناك الحصان يغرد خارج السرب مع أول الأسماء ويقود هذه الشعارات. الحصان بشعار جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري يقدم لنا الحصان بهذا الأداء المميز مع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا قادم الغربي سالم بن حمد بن سالم بن هدفة بن نقدان يقدم الغربي مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز نجد بشعار عبد الله بن سعيد العيدة يقدم نجد مع ثالث الأسماء. شعار لورد مع ثالث الانطلاقات. رابع الأسماء الزوير سعيد بن عبد الهادي الشهواني الهادي يتقدم مع الزوير. خامس الأسماء متعب سالم بن راشد بن سالم النابت المري. بدأت الأسماء بدأت الشعارات بالهجوم قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار، ولكن البداية والمقدمة الحصان على البداية بشعار جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري يتقدم بن جبران مع البداية مع أول الانطلاق. ثاني الأسماء الهادي مع الزوير سعيد بن عبد الهادي الشهواني يقدم لنا الزوير مع ثاني الانطلاقات. ثالث المراكز الغربي سالم بن حمد بن سالم بن هدفة بن نقدان مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصل متعب سالم بن راشد بن سالم النابت المري مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصل القادم والمتقدم هناك منهي عبد الله بن قاني بن سعيد العلم الخيرين، ولكن أعود مع أجواء الكيلو متر الأخير والخطير والبداية. لا زال الحصان على الصدارة على الانطلاق الأول. جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري ينطلق
ينطلق مع الحصان من بداية الانطلاق وهو على الصدارة حتى هذه اللحظات. الهادي قادم مع الزوير سعيد بن عبد الهادي الشهواني مع ثاني الأسماء، بن سعد مع ثالث المراكز مع متعب، ولكن الحصان بدون أي توامر. الحصان مع الفوز والانتصار، جابر بن سالم بجابر الجربوع المري، الزوير يحاول اللحظات الأخيرة ومتعب قادم، سالم بن راشد بن سالم النابت المري، ولكن الحصان، الحصان مع الفوز مع الانتصار، الحصان بشعار جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري. مشكور يا بن جبران بدون أي توامر، تهانينا تهانينا والناموس من هذه اللحظات نزفها إلى مالك الحصان جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري. ها هو الحصان يصل إلى خط النهاية منتزع الفوز والانتصار بدون أي توامر، تهانينا والناموس لجابر بن سالم بن جابر الجربوع المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل الزوير سعيد بن عبد الهادي الشهواني، وثالث المراكز متعب بشعار سالم بن راشد بن سالم النابت المري، ورابع المراكز وصل محلل سعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري، وخامس المراكز، خامس المراكز القربي سالم بن حمد بن سالم بن هدفه بن نقدام. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تهانينا تهانينا والناموس لمالك الحصان على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ها هو الحصان يصل الى خط النهاية بشعار جابر بن سالم بجابر الجربوع المري. التوقيت الزمن ويحط وصوله الى خط النهاية 6 دقائق 12 ثانية و47 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجابر بن سالم بجابر الجربوع المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل الزوير سعيد بن عبد الهادي الشهواني 6 دقائق 13 ثانية 59 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس ثالث المراكز وصل متعب وتوقيت زمني 6 دقائق 14 ثانية و15 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن راشد بن سالم النابت المري، فتهانينا والناموس للجميع.